سمية صباح النور. صباح الخير وائل. صباح الخير لبيت. الحمد لله. صباح الخير اللي يسمعوا فينا كل. أيوة. اليوم باش نحضروا الكروكان باللوز. وباش نحضروا الفرماج بلان. باللوز. لا مش باللوز. مش باللوز الفرماج خسر. بالحليب. بالحليب. به نبدأ بالفرماج. معناتك طريقة تحضير الفرماج. طريقة تحضير الفرماج بلان في الدار. أيوة. ودي به الفرماج بلان معناه لجماعة الرجيم على فكرة. به يعطيك الصحة. برافو انهار يعطيك الصحة. هاي نبدأ بالكروكون باللوز. نبدأ بالكروكون باللوز. لازمنا دونك ناخذ زوز كعبات عظم، 200 غرام فارينة، 60 غرام لوز مرحي، 130 غرام سكر، ساشي سكر فانيي، نص ساشي خميرة تاع جاتو، زوز مغارف ماء زهر، 140 غرام لوز مقصوص شطورة، فص عظمة للدوغور. باهي نبداو. أول حاجة نسخنوا الفور على 180 درجة، ناخذوا صحفة غارقة نخلطوا فيها المكونات الجافة الكل، الفارينة والسكر واللوز والخميرة والسكر فانيي، وفي صحفة أخرى نركضوا العظم مع ماء زهر ونصبوهم فوق الفارينة والمكونات الجافة، نخلطوا مليح لين تتلم العجينة تولي طرية، نزيدوها اللوز المهروش الخشين هذاك المهروش الخشين من فوق، نخلطوا مرة أخرى ونحطوا بابي سولفيريزي ولا بابي كويسان فوق في الطبق نتاعنا، ونشكلوا بالعجينه هذيك خبزه امبوده ندهنوها من فوق بالفصل الاصفر نتاع العظم مع مغرفه حليب، نخلطوهم مليح وندهنوا من فوق البودان هذيك تاع الكروكان، ندخلوها للفور على درجة حرارة 170 درجة لمدة 20 دقيقة بالضبط. ما أكثرش من 20 دقيقة، نخرجوها نخليوها تبرد شوية، كي تبرد نقصوها دي ترانش نقصوها ترانشات، والترانشات هذوك نحطوهم بالعرض فوق البابي سولفيريزي باش يحماروا من الشيرة اللي قصيناها من الجهات اللي قصيناهم منها ومنها باش يحماروا، هذيك علاش سميناها احنا كروكان كروكان خاطر يقرمش، وكروكان معناتها خاطر فيه اللوز زاد. ونزيدوا نطيبوها 10 دقائق لين يوليو البراج هذوك كيما البراج البرج هذاك اللي تعرفهم كيما برج العقرب. لا لا كيما تصور برج كيما برج العمري هذاك هو صحيح تصور فوالا. خليهم لين يوليو دوغي و10 دقائق ومن بعد نخرجوهم نحطوهم في حكه مسكره مليح، ينجم يقعدوا حتى شهر يقعدوا يقرمشوا شويه به وقرمشوا صحه وبالشفاء. وصحه وبالشفاء ليكم. اي الفرماج نعطيو طريقه تحضير الفرماج بلان. لازمنا على لتر ونص. عندي سؤال باهي للريجيم نهار تنجم تجاوبك على السؤال هذا منصوح بيه على الاخر فرماج بلان. اي ركز مالك فطور الصباح سورتو خاطر يقنع وما يسمنش الجماعه اللي يعملوا الريجيم مش نهار. يعطيك الصحة مع شوية زيت زيتونة كيكا وهي مع شوية طماطم كيكا فريش ودياري دياري يعني لله. به على لتر ونص حليب بقري بقري، نأكد لازم يكون حليب بقري. به لازمنا كعبة ياغورت ناتور، شوية ملح، قولوا زوز مغارف نتاع قهوة ملح ولا أقل شوية بالنسبة اللي ما يكلوش الملح، وكاس نتاع تي خل، كاس صغير خل. اول حاجه نعملوها ناخذوا صحيفه صغيره نصبوا فيها الياغورت ناتور نتاعنا ونصبوا عليها زوز مغارف خل، زوز مغارف كبار خل، ونخليوها نخلطوها مع بعضهم نخليوها دكوتي ونمشي ندفيو الحليب. الحليب ندفيو شويه مش نغليوه ندفيو نلزقوا نصبوا نزيدوا نصبوا الملح في الياغورت اللي حطيناها ترتاح ونحطولها شوية خل، حتى قلنا حطينا زوز مغرف خل، نزيدو صبو فيها الملح خلطوهم مليح ونزيدوهم لوش مك الحليب الدافي دافي مش السخون لوش واحدة، نخلطو مليح ونخليهم يرتاحوا ربع ساعة بعد ما حطينا فيها الحليب الدافي، نخلطوها ونخليها ترتاح ربع ساعة ومن بعد نصبوها في الكسرونة مع بقية الحليب الدافي ونحطوهم على النار ونكملوا صبو بقية الخل في الكاس صغير ونخليه حتى يبدا يغلي. كيف يبدا يغلي؟ يبدا يتقسم ماء وجبن. الماء هذاك نسميه لو بيتي لي، والاخر اللي باش يتكون منه جبن الابيض يبدا بشوي بشوي يتلم، تقولش عليه حليب مفلقط فهمت، لكن هو ذاك الجبن قاعد يتلم بشوي بشوي، نقعدوا نحركوا لين معناتها يتفصل على بعضه كومبليتمون، نشدوا هاك الجبن اللي حتحصل عليه من فوق نلموه بلوش نقبه ونحطوه في غيسيبيان نصفيه ولا في الصفيه نصفيه شويه، وبعد ناخذ حكه
تلقاها منقبه من فوق ومن الجهات من الجناب كيما حكت الريغوتا كيما حكت الريغوتا هذيك صح لك لكن لازمها تكون منقبه نقبه حكت الريغوتا اللي يصنعوا فيها الريغوتا منقبه باش يخرج الماء نتاعها نخليوها ورزنوها بحاجه من فوق نفرشوا فوقها معناتها منديله نظيفه ورزنوها بمعون نظيف من فوق ونخليوها ليله كامله تستقطي 12 ساعه اقل شيء باش نتحصلوا على الجبن الابيض اللي باش نلقاوه من بعد اللي انهار باش تفطر بيه الصباح اللي انهار باش تفطر بيه الصباح مع زيت الزيتونه نجمو نستعملوه في التواجن زيد نجمو نستعملوه في اللي ساليل كل راهو بنين برشا جبن وصحي برشا ولا وحاجه ديالي ما عملناها بيدينا ونعرفوها يعطيك الصحه وتاكلوا بالشفاء